خوتي خواتاتي، في هذه الحلقة نهضروا على أغنية سلمى رشيد أنا والحب. في البداية كتقول الأغنية أنا والحب صافي صافي، المرار اللي ذقته منه كافي. كتهضر الأغنية عن مرارة الحب وعلى اللي ذقته سلمى رشيد وعاشت منه، وكتطلب من الله يشافيها ويعافيها منه. أما في المقطع الثاني سلمى رشيد باغي ديميسيوني من الحب، كيفاش؟ وباغي يدير ليه موت افيون طرق على الحبيب اللي غدرها وخانها. السؤال علاش؟ لان خطيبها فاتها وقلب عليها وشاف وحده من غيرها وهي باغيه تنتقم منه. اما في المقطع الاخير فسلمى رشيد كتطلب الايام تنتقم ليها من الحبيب ديالها اللي غدرها وخانها. في الاخير كترجع سلمى رشيد الى طلب الله الشفاء ديالها والمعافاة ديالها، كتراجع عن فكرة الانتقام منه وكتخليه منه الله. اشنو تعليقنا على الاغنية؟ اولا اغنية بموضوع كلاسيكي عادي جدا، كتهضر دائما على الحب وهو موضوع مفضل لسلمى رشيد. زعما ما كاين لا بطالة لا كورونا لا هجرة سرية لا فقر لا والو، كاين غير الحب في هذا العالم. اما من جانب اخر فكرة لتصويرها داخل غرفة السجن وباللباس ديالها البرتقالي ديال غوانتانامو اعطى الاغنية جاذبية خاصة، خصوصا الفيديو الدعائي اللي دارت في الاول. متأمل للأغنية وما حققته خلال 6 أيام أزيد من 3 مليون مشاهدة. كتعطي فكرة عن المعجبين بأغاني سلمى رشيد وأن سوق الأغنية المغربية والعربية كامل كيتمحور على الحب والعاطفة وأغاني الرومانسية. حتى لهنا كنكملوا هذه الحلقة مع برنامج الشباب وكل الشباب. ما تنساوش اخوتي تابوناو معنا، وما تنساوش جيم والتعليقات ديالكم مصدر الالهام ديالنا فضلا وليس امرا، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.